صباح الخير، انا اسمي نايف مختار، انا بشتغل لايف كوتش و عايز اتكلم معاكم النهارده عن موضوع اسمه الفرص الضايعه. احيانا كنت بفكر في الموضوع ده امبارح بالليل وصحيت لقيت نفسي بكتب كلمتين عن الموضوع ده، فقلت طب اشارك الناس معايا واشوف يمكن حد يستفيد من الكلام ده. الفرص الضايعه احيانا الواحد من كتر ما هو مشغول في الحياه ورتم الشغل وان هو ماشي داير في ساقيه، احيانا كتير بتقع حاجات منه، حاجات ما بيلاقيش وقت او دماغ ان هو يفكر فيها، زي موضوع الفرص الضايعه ده. هل قعدت مع نفسك قريب وفكرت وتاملت كده ايه الفرص اللي انا ضيعتها في الفتره اللي فاتت؟ الفتره اللي فاتت دي شهر، سنة، 5 سنين، حياتك كلها، بس هل فكرت في الموضوع ده؟ ولو فكرت في الموضوع ده فكرت في جوانب حياتك المختلفة؟ يعني الفرص الضايعة في الشغل، في البيزنس، في الفلوس، في العلاقات الإنسانية، في علاقتك بأهلك، في علاقتك بأصحابك، في إنك حتى تستمتع بالحياة، دي كلها فرص. فرصة إنك تعلم نفسك أو تتعلم حاجة جديدة، تطور نفسك، كل دي فرص. هل انت من الاشخاص اللي بتستفيد من الفرص دي بشكل قوي جدا ولا مش قوي، ولا بتضيعها عادة؟ هل السؤال ده مهم بالنسبة لك ولا لا؟ طيب لو انت من الاشخاص اللي عندهم مشكلة في حتة تضييع الفرص، او ان هو بيخش على الفرصة بحماس في الاول وبعدين مع الوقت بيبتدي بيتعود على الفرصة، بيبتدي ياخد عليها، بيبتدي ان هو يطلع بقى القطط الفطسة فيها ويزهق منها ويشتت نفسه وتضيع منه برضه، يعني كأنه ما خدهاش، انت مين؟ اقصد في موضوع تضييع الفرص. طيب هل بعد ما بتفكر في الموضوع ده ايه الاحساس اللي بيجي لك؟ هل احساس بالندم ولا بالزعل ولا ده بيحمسك انك تدور على فرص اكتر؟ انت بتابروتش او بتخش على الموضوع من انهي زاوية؟ طب لو انت من النوع اللي بيندم، هل الندم ده هيفيدك؟ هيحل لوحده؟ هيبقى هيغير شيء؟ ولا الموضوع مش فارق؟ هل نفسك فعلا تغير الموضوع ده لو انت من الناس اللي بتضيع الفرص او ما بتستغلهاش احسن استغلال؟ هل الموضوع ده فارق معاك انك تغيره؟ قد ايه فارق معاك؟ ليه؟ خلي بالكم ليه هنا مهمة جدا، يا ريت تلاقي اسباب كتير لاجابة السؤال بتاع ليه. فأنا عايزك تقعد تفكر في الموضوع ده، وأرجوك اديله مساحة وقت. قيم موضوع استغلالك للفرص أو تضييعك للفرص. أحيانا بيكون القعدة دي بدري بتكون أحسن من متأخر. وعايز أقول هنا إن في نوعين من الفرص، فرص خارجية زي اللي احنا قلناها اللي هي بيزنس وفلوس وعمل وعلاقات إنسانية ومساعدة الناس وفي فرص داخلية. يعني ايه فرص داخلية؟ فرص داخلية دي يعني فرصة تطوير نفسي في وقت معين، فرصة تحسين أدائي، فرصة اكتشاف نفسي واكتشاف الحتت اللي مش كويسة واللي محتاجة تغيير ومحتاجة شغل، دي كلها فرص. الحقيقة بيكون مهم ان الواحد يكشف النهاردة قبل بكرة. ليه؟ علشان ممكن توصل لوقت معين الموضوع ما بقاش فارق معاك، ممكن يبقى ملوش معنى ساعتها، ممكن يكون مش هقول توليت او متأخر قوي، لكن ممكن يكون فقد معنى. فعايزك تفكر او تفكري في موضوع تضييع الفرص وتقيم كده الموضوع عامل ازاي، وتفكر ليه عايز اعمل تغيير في الحتة دي. وبعدين الجولدن رول او القاعدة الذهبية هتكون ايه؟ انك تفكر، تقرر، وتاخد خطوة حتى لو صغيرة. يعني اتمنى ان انا اكون استفزيتك شوية في موضوع تضييع الفرص واستغلالها، ولو حابب انك تقول رأيك معانا قوله، لو مش حابب كفاية عندي انك تقعد مع نفسك وتوصل لإجابات وأسئلة أكتر وبعديها حركة وأكشن.